الأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات شهادة أنه رسول الله، فنحن كلنا نشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وليس كذلك؟ الجواب بلى، ولكن هذه الشهادة لها مقتضيات، مقتضياتها تنحصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمنا صدقًا في هذه الشهادة أعظمنا متابعةً له، ولذلك كم من إنسانٍ ينطق بهذه الشهادة ليلًا ونهارًا وسرًا وجهارًا وفي تشهده وفي ترديده وراء المؤذن، ولكن ليس له حظٌ من مقتضيات هذه الشهادة عند الله عز وجل، فيأتي يوم القيامة وليس في صحيفته هذه الشهادة، مع أن لسانه كان ينطق بها ليلًا ونهارًا، لأنه لم يقم بمقتضياتها والتي تنحصر في المتابعة. فإذن إذا كنت أيها المسلم صادقًا في هذه الشهادة بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صدقًا وحقًا باطنًا، فيجب عليك أن تؤيد هذه الشهادة بالمتابعة التامة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا واضح لا نطيل عنده، لأن من الأصول ما يحتاج إلى تفصيل.